وبالعودة لملف منظمة التضامن لحقوق الإنسان، ينضم إلي سيد خالد صالة، عضو بمنظمة التضامن لحقوق الإنسان. بداية أهلا بك سيد خالد. مرحبتين بكم. نعم، هل تلقيتم أي تطمينات من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الانتهاكات في درنة وطرابلس؟ نعم طبعا، هي بالنسبة للدورة هذه اللي هي الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان، يعني فيه كان ليبيا وضع تحت البند العاشر، واللي تم فيها يعني تقرير وعرض للحالة الليبية. بالنسبة للمجلس في ذاته الآن لا يصدر قرارات عنه، ولكن يعني يتلقى تقارير وتوصيات من الدول أو من المؤسسات الغير حكومية، ومن ضمنها كانت مؤسسة ضمن وغيرها أرقت بكلمات، ومعظم الكلمات حتى للدول كانت تصب تقريبا في نفس الاتجاه، هي قضية انتشار الانتهاكات في ليبيا، قضية الحصانة التي تتمتع بها المجموعات المسلحة يعني سواء في طرابلس أو في شرق البلاد لتتبع لما يسمى بالجيش الوطني الليبي. فكان التركيز على هذه أنها هذه تحمل صفة شرعية، ولكن في واقع الأمر هي ميليشيات يعني تتبنى الإجرام وتتعامل مع مع الدولة كأنها جزء من الدولة، كأنها الزراكي، لكن في واقع الأمر هي تمارس جميع أنواع الانتهاكات، خطف، قتل، خارج نطاق القانون، عمليات تعذيب، ابتزاز وخلاف ذلك. نعم، مع علمكم المسبق سيد خالد بزواجية المعايير بعثة الأمم المتحدة بخصوص حماية المدنيين في درنة، فلماذا الآن تشيدون بجهود البعثة في كلمة منحت لكم أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؟ نعم، هي بطبيعة الحال أي مؤسسة يعني غير حكومية تبي يعني تركز على الجانب الإيجابي وتبي تنوه للجانب السلبي، فهذا أمر طبيعي في مثل هذه الأمور. الجانب الإيجابي كان هو ذكر هذه الميليشيات وانتهاك الميليشيات لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، هذا أمر بالغ الأهمية. لأول مرة البحثة يعني تصرح عن ذلك بكل وضوح، سواء وفي شرق البلاد وغرب، لم يكن هذا الخطاب الحقيقة كان قبل ذلك موجود، ولذا هذا شيء يستحق الثناء. الشيء الثاني اللي هو يستحق النقد وزواجية المعايير في قضيتين بالنسبة لنا مهمات، اللي هي قضية عدم التركيز على ما يحدث الآن في درنة من عملية، سواء عملية تطهير عرقي يعني بناء على القبلي بالدرجة الأولى، أو عمليات يعني تدمير بشكل يعني متعسف للمدينة وتدمير المباني التاريخية فيها، وعدم تمكين الأهالي في وسط المدينة خاصة المدنيين منهم أو حتى الجرحى وغيرهم من مغادرة المدينة، مع علم البحث بكل يعني هذه الملابسات. الأمر الثاني اللي هو حسب السيد غسان سلامة عليه يعني وجود أو يعني توصية متاعة كانت في نهاية الكلمة بوجود خبير لما يتعلق بالملف الليبي، وهذا بالنسبة لنا احنا يعني بالنسبة لنا هذا الأمر خطير، لأن تشكيل أو تعيين أو تكليف الخبير هذا يعني أمر ليبي أصبح في يد شخص، ونحن نعرف الآن ما يحدث من يعني من عملية المفاضلة وعملية خاصة ما يتعلق في قضية برنانديزيون، كيف تعامل مع الملف الليبي ولم يجري فيه أي تحقيق، فلذلك فيه فقدان أصلاً للمصداقية في المنظومة الليبي الدولية. نعم سيد خالد، بالنسبة لنا كليبي، فما بالك نعم. ما بالك بيعني تعيين خبير معني بقضية حقوق الإنسان في السودان له أكثر من 20 سنة، هذا الخبير هو من يقرر إذا كان على تحسنت أو لم تحسن، هو في الأخير شخص يعني يعكس يعني توجهات دول، وهذا الخطورة في الأمر والتي أوصى بها أوروبا لما لم تنتبه لها الكثيرين، أوصى بها في نهاية الكلمة أو لحاطة متاعها. نعم، شكرا لك، وصلت الفكرة سيد خالد، كان معي عضو بمنظمة التضامن لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.